اما انت يا خديجه كان اعتبرك زعما المراه الاكثر جراه، الا بغينا نقولوا شكون الاكثر جراه في قصه الناس هذا العام، نقول انا تنرشحك انت من بعد اكثر من 20 عام، ياك 23 عام ديال الادمان، 24 عام ديال الادمان، كتجي في هذه البلاصه وتتقولي انا ها هي القصه ديالتي. قبل ما نعرفوا اش وقع من بعد ما دزتي معنا في قصه الناس، انا كنوجه دعوه للمشاهدين الكرام يتفكروا خديجه، الناس اللي ما شافوش القصه ديال خديجه يتفكروا شكون هي خديجه والرحله ديالها والقصه ديالها مع الادمان والعلاج بالميثادون، ونرجعوا لكم بعد قليل. 23 عام وانا في هذا الشيء هذا، المهم كنت داك الشيء عندي عادي، كنستعمل داك الشيء ناشطه مع راسي، كنسى المشاكل ديالي. انت كتشري ولا كيتعطى لك؟ لا ما كنتشري، كان موجود ما كنشريش، لان قلت لك الناس كتاجر كتجيب داك الشيء للمغرب وكيديو الحشيش. فهمتي؟ عملت انا كا يعني نشط مع راساتي، دوك الناس مشاو بحالاتهم شويه، بديت كنحس انا بالدات ديالي مريضه، ما عرفتش مشيت عند الطبيب لقيت انت في حاله ادمان. انا في واحد المشكل، ما قدو فيل زادو فيل، كنت مقلقه مع راسك وليتي مقلقه، سبت راسي حتى المشاكل باش نغيب حتى على العائله ديالي. الله يسمح لي منهم، 23 عام غبرت عليهم، يعني ما نقدرش انا في ديك الظروف، يعني صغور وخوفانه فهمتي بزاف. خويتي البلاد؟ خويت انا من مدينه كازا، جيت لطنجه. خديجه، من بعد مشيتي بحالتك من هنا ومن بعد ما دازت الحلقه ديالك، كيفاش الشارع المغربي، شارع في طنجه بالخصوص، عائلتك، حبابك، صحابك، اش قالوا لك على الدوزه ديالك في البرنامج؟ عائلتي يعني محيده، يعني ما بغاوش، يعني ما بغاوش ليا، ولكن قنعتهم. يعني انا بحال واحد الرساله كنبلغ على الشباب، يعني الانسان اللي فهمتيني هذه اللي كتجعلني نجلس هنايا على ود الشباب، ويعني بنادم ما يتدمر شي. عندك رساله جيتي تمشي ملي الناس شافوني عملت داك البرنامج، وهادي الوالدين ديال الناس مساكن اللي كيتسناو العلاج وكيتسناو حقهم في العلاج، وهادي يعني شكروني، قالي زعما بحال عطيتهم واحد الامال فهمتيني، عطيتهم يعني امل في العلاج، لان صبرت أيوة انت راكي غادا تترك العلاج. ايوا يعني شكروني، ما لقيتش صعوبات. ما عيرك حد؟ ما شفتك حد؟ لا لا ما قال عليك شي حد، لصق لك شي؟ لا والو، بالعكس انا ارتحيت نفسيا، بحال كنجي عند شي دكتور نفساني. خويتي قلبك؟ خويت قلبي يعني تانا، واستافدت هاد الجلسات. الفرق انه دكتور نفساني تكوني بينك وبينه، انت تشاركتي هادشي مع تبارك الله المغرب كامل وخارج المغرب، تيعرف خارج العلاج. الشباب ما بغيتوش يتدمر، ما بغيتوش هاد الشباب هادي يتدمر، ما بغيتش. لا الله يجعل البركة. نعم، الانسان يتبع القرايه ديالو والمستقبل ديالو، فهمت؟ نعم. 24 ادمان ماشي سهله، ماشي سهله، ماشي سهله بالنسبه لي انا مرا، يعني ماشي راجل. وقلتي شي حوايج في البرنامج، فاش قلتي شي حوايج اللي زعما ممكن تسئلك، ممكن ما كيهمنيش، كيقول واحد المثل اللي كيشطح ما كيخبعش وجهه. صح، ما كيهمنيش الانسان يتاكد من نفسه. صح، ما يهمكش الانسان مزيان وصل لهذا المستوى ديال الانسان يتصالح مع راسه. انا كندير كذا وكذا، نعم كيهمنيش يعني. واخا مازال نكملوها خديجه، اش وقع من في الجمعيه ديالكم، الناس اللي كانوا معك مثلا هنا فاش خرجتوا، شنو قلتوا، شنو الافاق اللي ممكن تكون تفتحات من بعد ما دزتوا معنا؟ الجمعيه فاش خرجتوا من هنايا ذاك النهاريات، السيد اللي كان نائب الرئيس ديال الجمعيه ديال الحسنونه كان قال باللي بزاف المشاكل، باللي الناس محتاجين الدواء وخص الوزاره تدخل، كان بزاف على الحال. باقي المشاكل كاينه مثلا بزاف. ما كانش مثلا شي رد فعل من بعد هذيك الحلقه، مثلا شي اتصالات، شي حد اللي اتصل شافوا شنو الوضعيه، مثلا شي حاجه وقعت؟ الناس ملي كتجي دابا تطلب حقها في المعالجه، كيصيفطوهم لوزاره الصحه المندوب. ايه كلشي كيتصاوب، كيقول فعلا وزاره الصحه اللي عندها مشكله، الدواء موجود كاين ولكن الامكانيات ما كاينينش، ما كاينينش الفراميه، ثلاثه الفراميه اللي كاينين، ما كاينش الدكتور النفساني. انسي يعني خص بزاف بيروس، ما كاينش يعني حسنونه راه صغيره فهمتي، الجمعيه كاين فيها غير واحد ثلاثه السدادير، يعني ما كاينش شحال الانسان شحال. ايوا دابا كاين واحد الامل، كيتسناو واحد الطبيب يفتح، كاين الامل بعدا. كان برنامج قصه الناس اول مره كدوزي فيه في التلفازه؟ لا اول مره، اول برنامج كدوزي وبهذه القوه وبهذه الجرأه كتهضري. سي عزوز قبيله قال واحد الكلمه مهمه، ان انت كما الجمعيه اللي كتنتمي لها واخدين هذا رساله،
فما كتشوفيش انه الفاصل اللي كان او الفارق هو فاش دستي معنا في البرنامج اولي وجهك معروف دوزي في طنجة غيقولوا هذيك هي اللي كدير ياك بعدا انضراد المجتمع هذيك هي هي كل واحد كيفاش كيعبر كل واحد كيفاش كيخمم بها ما عندك لا ما كاين انا قلت لك مأكدة من نفسي يعني ما عملتش شي حاجة ما كاينش بنادم شو كانت في الإدمان وشوية كتقول ولا كتقول ما كيهمنيش إذا كتهمني نفسي الحمد لله وكنحمد سيدي ربي اللي يعني تبدلت فهمتيني يعني وتبدلت الحياة ديالي ويعني تصالحت مع عائلتي خدامة فهمتيني هذه يعني 24 عام راه ماشي سهلة وبالنسبة لي قلت لك مرة فهمتيني هذه كنحمد على الله ونشكره الحمد لله ذاتك هضرنا قبيلة على التقدير ديال الذات علاقتك بذاتك تصالحتي انت وياها بخير ما بغيتش انا بنادم يتدمر بحالي يعني ما بغيتش هاد الشباب يتدمروا يعني كاش هادشي ما نبقاش نسمعوه ما فهمتي ما بقاوش نشوفوه كاع مزيان ربي اللي كيعلم انت كنتي تجربه في الحقيقه نموذج ايجابي داز معنا ذاك النهار ياسر هنا في قصه الناس انا كنحييك على الجراه ديالك كنحييك على القوه باش جيتي وعلى هاد القضيه اللي قلتي ما مسوقاش لعباد الله لحقاش الا كنا كنسوقوا للمجتمع ما غيجي حتى شي واحد يعاود المشكله ديالو وينصح الاخرين كل واحد عنده المشاكل ديالو كل واحد كيفاش جاته صافي اي واحد يعني مقتنعه بنفسي انا كنت كنعمل اش غادي نكذب وانا كنعملت واحد الحاجه وعملتها علاش غادي نكذب على نفسي؟ حيت كنخافوا من الناس هذا هو المشكل ديالنا كنخافوا انا ملي كنت معذبه وملي كنت كنت في ديك الطريق وفي ديك الميدان الناس ما كانوش كيرحموني فهمتي؟ الناس مزيانه ما غايقولوهاش فيك مزيانه خايبه ما غاديش يقولوها فيك مزيانه يعني كيف ما عملتي خايبه خايبه بالعكس دابا بالعكس دابا انا تنشوف ما عرفتش يمكن بلاتي نتناقشوا مع الدكتور وغايشرح لنا هذه القضيه بالعكس لما كنشوفوا حنا بنت مخشيه في شي قنت كتدروكا وكدير الشوكات وكذا ما كنعرفوش القصه ديالها كنعتبروا كل شيء بحال بحال كل شيء بحال ولكن انت اللي كان جميل في القصه ديالك وخاطر في القصه ديالك انك انت قلتي لنا باللي كانوا شي ناس كيعطيوك الفابور وهذا الشيء كيديروه دابا بعض الناس كاين شبكات وعصابات اللي كيأذيو الناس كنتي ياخذوا القاصرات لحقاش انت نهار بديتي كديري هادشي ما كنتيش عندك 20 عام لا باقا صغيره كنتي قاصر انت يعني الناس كيستغلوا الناس فبالعكس انت اشاره كانت خطيره ونبهتي البنات ونبهتي الوالدين نبهتي المسؤولين هذا راه هو هذا هو الميساج هادشي اللي بغيت انا هادشي اللي بغيت نعم. انا ما كيهمنيش الناس وما كاين كل واحد اللي بغى يقول شي حاجه يقولها انا متقنع من نفسي وجالسه هنايا باش كنوصل واحد الرساله يعني للشباب الله يحفظهم الله ينصرهم يتبعوا القرايه ديالهم يعني يخموا في المستقبل ديالهم داك الشيء راه والو الانسان غادي يخرج كيخرج على راسه تنشكرك خديجه بزاف على التجربه اللي عاودتي لنا والشكر حتى للناس اللي جاو داك النهار معاك في الحلقه ديال العلاج بالميثادون